الجالية المغربية المقيمة في مختلف بقاع العالم تابعت بدورها وبحسرة كبيرة انهزام المنتخب المغربي ضد ناظره البرتغالية التي قضت على أحلام الأسود في تجاوز مرحلة المجموعات. نستمع لآراء أفراد الجالية المغربية المقيمة بكل من السنغال، إسبانيا، بلجيكا وألمانيا. المنتخب الوطني لعب مزيان، شرفنا في الكرة الإفريقية، ولكن مالوريزمون للأسف ما عندوش الحظ. الماتش باليا لعبنا مزيان والسيليكسيون كيف شفنا كاع المغاربه شفنا كيف بقاش كانت البرتغال رجعت اللور وبقينا كنلعبوا والو شحال مره زقنا بزاف. والبرتغال الدقيقه الاولى ماركت البيت الاول كريستيانو رونالدو كيف ما كنعرفوا احسن لاعب في العالم. بالرغم من خساره منتخب بلادنا فنحن سعداء بادائهم ونتمنى ان يحققوا نتيجه ايجابيه ضد المنتخب الاسباني ان شاء الله. المنتخب المغربي كان الأفضل وكان الأجدر بالفوز، لكن الحظ لم يحالفه. نتمنى له حظا موفقا في المستقبل. واش نقول لك، ما لقيتش الكلمات باش نعبر. كان أداء في المستوى، لعبنا احسن من البرتغال، وكذلك الماتش الأول، يعني المباراة الأولى كنا في المستوى، ما كانش حظ، ما كتابش وصل.